4 سنين كان الوضع هنا احسن من دلوقتي. كنا حتى بناكل الفتافيت عايشين. لا كنت انت شايف ان في سياحه اكتر من دلوقتي؟ لا لا سياحه اكتر قبل 4 سنين. لا طب يعني. وقبل كده قبل كده زمان زمان ما كان ايام بقى الزمن اللي كان ما بيجيش السواح كان بيجينا السواح كانت في دعايه ما كانش في دعايه ما كانش في حاجات بتجينا يعني من 30 سنه كده ما كانش السياح هنا احسن لا 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 الساعه كانت تعبانه لا وايام الملك ما كانش لا ما حضرتش انا الملك كانت من ايام يعني عبد الناصر فواخر عبد الناصر فواخر عبد الناصر كانت ايام حلوه احلى ايام ايام السادات احلى ايام ايام السادات ايوه باري جود بزنس المهم مبارك 30 سنه بتوع مبارك لا كان مقطرانين بقطران الاخر 20 سنه ولا 15 سنه كنا كويسين اوعى توديني بدايه ما تخافش انا انا بدايه لوحدي لا 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 ما تخافش كلام دليل والله العظيم يا ست ايام حلوه كلهم حلوين بس اليد السوداء اليد السوداء اللي عايزه تدمر بلدنا هي الواحد احنا عايشين اخر حلاوه كفايه بنخش في امان وبنطلع في امان ايه رايك في حكايه لعنه الفراعنه؟ لا كده انت ما شفتش حاجه دي. لا ما شفتش انا بقول لك ودخلت المعابد كتير لا 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 ما شفتش اي حاجه لا ما شفتش الا حصل الحنك الكبرى اللي بيقف على ايديه يعمل كده اهو بس شفت جوه جوه المقبره بس ده ممكن يكون عشان وشفت حنش الشعر بتاعه طول كده اهو ودماغه كده اهو وبيطير ده الكلام ده من 40 سنه 45 سنه عند الهرم الثاني ده ايوه شفته ده وانا صغير لا ما حدش قدر يجريه لا ما حدش طب ممكن دول يبقوا حماه المكان ملوك دول يعني ممكن دول نقول عليهم ان هم حراس المكان حراس المكان حراس المكان يعني في بعض من الاساطير اللي اتحكت عن هنا في طب احنا مش هنلف كده ليه؟ ايوه يا شيخ في منها وطن ايوه يا شيخ في منها تقاليد احنا بنقرب فيها دي ايوه متشكر يا حاج